وبكل صراحة وبكل وضوح ربما حتى وهذا اللي طالبينه. نعم المؤامرات التي نراها من وجهة نظرنا بكل موضوعية، مؤامرات التي يحيكها نظام المخزن بعيدا عن الشعب المغربي، ونحن نقصد تمام القصد أن نظام المخزن المؤامرة قد حيكت على ربما توريط بعض الدول في سياقات التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومحاولة إقحام الكيان الصهيوني في المجموعة الإفريقية من خلال إدراج مقعد مراقب في الاتحاد الإفريقي. ألا يمكن اعتبار هذا في حد ذاته مؤامرة على القارة الإفريقية، ناهيك عن مؤامرة أخرى متعلقة خاصة في العسكرية السوداء، طالما كانت المملكة المغربية حديقة خلفية للجماعات المتطرفة، وطالما مكث أمراء الجماعات الإرهابية التي كانت تعبث وكانت تعيث فسادا في الشأن الأمني في الجزائر، وكانت دماء الجزائر تسفك والأمراء في مستقرون في قصور ملكية في المغرب. وهذا هذا بالنسبة للجزائر المغرب، أي بالنسبة لتونس ما دخل تونس في ذلك حسب رأيكم؟ نعم تونس هو بالنسبة للعلاقات، نحن كجزائريين وربما كمراقبين للعلاقات الجزائرية التونسية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نملي أجندات أو نملي أمور معينة على شقيقة تونس في اختيار مسالتها فيما يتعلق بالسياسة الخارجية التونسية. تونس لديها رئيس منتخب شرعي منتخب من خلال صندوق، وله صلاحية دستورية في رسم وقيادة دفة السياسة الخارجية، وهي حرة في ذلك.